ماذا تغير نادي الفتوح بعد 10 سنوات من ذكرى رحيل مبارك؟ والله نادي الفتوح هو اللي تغير، بس حلويت والله. والله انت احلى، لابس كرافطه عليها وانت وحاجات حلوه كده جميله. مراتي المنائيه والله. والله كل سنه وانت طيب. وانت طيب. مش عارف على ايه بس كل سنه وانت طيب.